مديرية الظاهر تحت السيطرة الكاملة للجيش الوطني، إنجاز مهم في طريق تقدم الجيش باتجاه المعاقل الرئيسة لميليشيا الحوثي في محافظة صعدة، وأول مديرية يتم استعادتها كاملة من أيدي الميليشيا في هذه المحافظة. تقع مديرية الظاهر إلى الجنوب الغربي لمحافظة صعدة، وإلى الشرق منها تقع مديرية حيدان، وفيها منطقة مران التي تشكل معقلا رئيسا لزعيم ميليشيا الحوثي الانقلابية الذي يعتقد أنه يتواجد في صنعاء حاليا. خاض الجيش ممثلا في اللواء الثالث عروبة وبدعم من طيران التحالف معركة وصفت بأنها كانت واسعة وعنيفة مع قوات الميليشيا في آخر المناطق التي كانت لا تزال تحت سيطرتها، ومنها الكحلة ونقيل بن حارث والمقرن وطيبان وجزاع والخلبة وقمامة. الأنباء الواردة من جبهة الظاهر أكدت أن المعارك مع الحوثيين في هذه الجبهة تسببت في إلحاق خسائر فادحة بالمعدات العسكرية للميليشيا وبسقوط عشرات القتلى والجرحى من مسلحيها، بينهم قيادات ميدانية أبرزها المشرف في الميليشيا حسن علي حسن ومسؤول إمداد الميليشيا في المنطقة ويدعى أبو ضياء، والذي لقي مصرعه مع 7 من مرافقيه، فيما فر العديد من عناصر الميليشيا شمالا باتجاه مديرية شدة وجنوبا باتجاه محافظة حجة المجاورة. نحن هنا أبطال لواء الثالث عروبة نسيطر على مواقع جديدة استراتيجية مطلة على مثلث عقبة مران، ومنها عقبة الظاهر وعقبة الصافية، وإن شاء الله مستمرين في دحر العدو. بينما تم إخماد وإحراق 2 طقومات قبل قليل، تم إحراق 2 طقومات ومدرعات قبل قليل، ونحن نرصد تحركاتهم. قيادات ميدانية في الجيش الوطني أكدت أن قوات اللواء الثالث عروبة أفشلت عملية واسعة من جانب الحوثيين لتعزيز قواتهم المندحرة في جبهة الظاهر عند مثلث مران، وألحقت بكتيبة الدعم خسائر كبيرة. بعد عجز الميليشيا عن صد زحوفات أبطال اللواء الثالث عروبة، أقدموا يوم أمس بكتيبة تدعى كتيبة الولاية المدربة نوعيا في مناطق الانقلاب، إلا أنه أمس، هذه معلومة دقيقة طبعا، تم من قبل وحدات استطلاعة اللواء رصد هذه الكتيبة وتحركاتها من جانب العدو، وتم استهدافها بأكثر من 30 صاروخ بالراجمات، وتمت العملية بنجاح، وتم استهداف قيادات بارزة وأفراد، وتم تدمير عدة وعتاد، ولله الحمد والمنة. معركة استعادة الظاهر تفتح الباب واسعا أمام تطورات عسكرية مهمة خلال المرحلة المقبلة، عنوانها التراجع الكبير لميليشيا الحوثي في أهم معاقلها بمحافظة صعدة، ويبقى الرهان على جهوزية الجيش الوطني وعلى إمكانية استمرار حصوله على الدعم العسكري اللازم لإتمام معركته.